شباب سنة ثالثة ثانوي، أهلا بيكم. وإن شاء الله النهاردة هنحل الامتحان التجريبي لاختبار شهر مايو لسنة ثالثة ثانوي فيزيكس. طبعا معاكم دكتور محمد عادل، وبعدين هنبدأ نأكد على النقطة التانية في كام فكرة كده في الامتحان بعدها، وإيه التكنيكس اللي كانت في الامتحان، ونشتغل إزاي خلال الفترة الجاية. فبسم الله الرحمن الرحيم، ده الكلام ده هنقوله في تعقيب في آخر الامتحان. طيب تعالى نبدأ بأول سؤال. بيقول لي هنا في أول سؤال إن the figure illustrates a solenoid عنده length L و cross sectional area. طب ثواني كده معايا وإحنا شغالين، هو قال لك إيه؟ قال solenoid، فأنت تيجي بمنتهى المنطق تقول لي بي بتساوي ميو ان اي على ال، ده قانون مين؟ السولونويد. حلو قوي، قال لك عنده لينث ال واريا ايه، نمبر اوف تيرنز ان ثرو ويتش كارنت اي اف ذا تيرنز ار ديسبليسد ابارت. ما قالش ان هو قص منها، قال ان هو يعني بعدها بعيد عن بعضها. فقال لك اللينث ذات 3 ال، يعني هنا ال ال هتبقى 3 ال، فتقوم البيت ال قد ايه؟ هما طبعا علاقه انفرس، تقل تبقى تقل 1 ثيرد، يبقى نختار اجابه سي انها ديكريزز 1 ثيرد. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقول لك in hot wire a meter the wire is mounted on a metal plate. كان الميتال بليت ده ليه نفس الاكسبانشن كوفيشنت بتاع الواير. ليه؟ قال لك عشان اتجنب حاجه اسمها زيرو ايرور، ان يتحرك البوينتر قبل او بعد الزيرو. كان في هنا زيرو، قبل او بعد الزيرو ده بنسميه زيرو ايرور، فكنا بنعمل ده عشان اتجنب الزيرو ايرور، يبقى اختيار دي. تعالى بقى للكويشن رقم 3. بيقول لك a metal ring is in the same plane of a straight wire شايله electric current i as shown in the figure. قالك لو الرينج اتحركت فاتولد current induced، يعني السبق ان احنا حصل motion، فنتيجة الموشن حصل induced current in clockwise direction. دي اول نقطة، يبقى معنى كده ان الكرنت اللي اتولد clockwise direction. كلام جميل، ده اتجاه الكرنت الاصلي وده الكرنت اللي اتولد clockwise. فانت تيجي تقول بما ان اتولد current clockwise يبقى الفيلد بتاعه اكيد انتو لانه south. كلام جميل قوي. قالك يبقى الرينج اتحركت اني او على اي بوينت. حلو، مبدئيا بوينت سي بوينت ايه مستبعدين، لان الرينج ما ينفعش تتحرك كده برل، لازم تتحرك توورد او اواي من الايه، من الواير. النقطه الثانيه، هو انت تعرف اتجاه الفيلد بتاع الواير؟ لا. يبقى احنا نعمل اتجاه الفيلد بتاع الواير من الجنب بتاع الكالكوليتور ده اوت، ومن جنب الكويل انتو. احنا يهمنا من الجنب بتاع الكويل انتو. الله، نعمله بالازرق. خلينا ده طلع اتجاه الفيلد بتاع الواير شبه اتجاه الفيلد بتاع الكويل، معنى كده ان الاتنين مع بعض، مع بعض يعني هما بيزودوا بعض. طب امتى كنت بزود؟ لما انا كنت بقرب كان بيحاول يبعدني فيقللني، ولما انا كنت ببعد كان بيقولي تعالى انت رايح فين فيحاول يزودني. فواضح كده ان هو كان بيقولي تعالى انت رايح فين، لان انا وهو اتفقنا وبقينا بنزود بعض. يبقى معنى كده انا كنت بقرب، لو انا بقرب كان هيبقى بالعكس، هيحاول يبعدني فيعمل اوت، لكن انا كده كنت ببعد، فبالتالي لما انا كنت ببعد هو كان بيحاول يقربني فبقى يعمل انتو. يبقى معنى كده انا كنت بمشي في اتجاه بي، يبقى كده الاجابه هتكون بي. تعالى ندخل على الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده هو سؤال جميل، بيقول لي الفيجر اللي قدام حضرتك بيوضح ريليشن ما بين الاي ماكس وما بين التايم بالملي سكند. لازم تركز على الحاجات دي. قال لك اندكتيف كويل عنده اندكتانس ال توصل بباتري زي ما في جراف 1 موجود عندنا. قال لك الجروث اوف الكتريك كرنت لما نعمل سويتشنج اون، يعني لما نشغل السيركت. which one of the following curves represents the growth of the current if the soft iron core exists inside the coil. سؤال بقى، ماذا يفعل السوفت ايرن كور؟ يعني السوفت ايرن كور ده بيعمل ايه؟ هتقول لي طبعا السوفت ايرن كور عنده بيرميابيليتي عاليه، فلما يبقى عنده بيرميابيليتي عاليه يزود الاندكتنس. جدع يا حبيبي، فلما تتزود الاندكتنس الباكورد اي ام اف تزيد. اه ممتاز، يعني ايه كده؟ معنى كده ان الاي ام اف باكورد زادت، يبقى الكرنت هانمه بسرعه ولا ببطء؟ طبعا انا دلوقتي الباكورد اسمها باكورد يعني بتقاومه، فالمقاومه هتزيد بتاعه الباكورد اي ام اف، فبالتالي الكرنت هينمو ببطء، يبقى كرنت grows slowly. يعني ايه بطء بقى بالنسبه لنا؟ يعني حضرتك takes more time. طيب مين اللي هو نما بوقت اسرع؟ اولا كيرف 4 ده ما ينفعش، كيرف 4 ده لو هو ستريت واير. الاولاني ده ما ينفعش 1 ده، لان انا ما فيش حاجه بتبدا من الماكس، لازم تبدا من الزيرو. كيرف 2 ده شبه اصلا اللي موجود، لان هنا لو تبص هنا ده كده بدا يثبت عند ال50 وده كده بدا يثبت قريب منه، لكن اكتر كيرف خد وقت هو كيرف 3. تمام، لان هو بص وصل لنفس الفاليو بتاع كيرف 2 بس خد وقت ايه اطول، خد حوالي 90 ملي سكند. يبقى معنى كده هنختار كيرف 3 اللي هي يكون اوبشن بي. تعالى ندخل على الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده بيقول لي ايه، وهو كويستشن 6.
بيقول لي انا دلوقتي عندي تمام ان ذا فيجر عندي ار ال سي سيركتس. طبعا دي اوم الاول، خلينا كده ايه نعدلها الاول، دي اومز اومز اومز، حلو قوي. بيقول لي دلوقتي انا عندي ان ذا فيجر ار ال سي سيركت اتوصلت باي سي سورس، الاي ام اف بتاعتنا كذا يبقى ده الفي، والفريكوانسي بكذا يبقى ده الاف. عايز الامبيدنس، اولا نحدد نوع السيركت الاول قبل ما نشتغل، ده شابتر 4، واضح ان انا عندي كاباسيتور، واضح ان انا عندي ريزيستنس، واضح ان انا عندي كويل، يبقى دي سيركت ار ال سي وهو قايل. طيب يبقى الامبيدنس ايكوال ايه؟ الامبيدنس ايكوال ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول باور 2. طب بهدوء شديد الار معانا، تقول لي اه على جنب كده، الار ب 30 اوم. طب ده كلام ممتاز. هل الاكس ال معانا؟ اقول لك تعالى نشوف. اه ده احنا معانا ال ال، يبقى الاكس ال ايكوال 2 باي اف ال. طيب يبقى 2 تنزل باي ب 22 اوفر 7، اف مديها لنا ب 50، ال 7 على 22، تمام؟ كويس جدا. فتطلع الاجابه هنا هتطلع معانا ب 100 اوم. تعالى نحسب اكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، بقولها للطلبه بتساوي 1 على دبليو سي اللي هي 2 باي اف سي. طيب تعالى نمشي 1 2 اهي معانا، الباي ب 22 اوفر 7، الاف 50، السي هتبقى 5.3 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. كلام جميل جدا. نروح بعد ما جبنا الاكس سي نعوض بيها هنا، وبعد ما جبنا الاكس ال نعوض بيها هنا ونعمل سكوير، وادي الار معانا، هتطلع الاجابه 50 اومز. ده بالايه؟ بالامبيدنس، وما ننساش ان كل ده تحت السكوير روت. طيب تعالى للكويشن بعد كده رقم 6. طيب كويشن رقم 6 بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا دلوقتي زي ما انت شايف، بيقول لحضرتك عندنا فيجر، فيجر بيوضح ان انا عندي اي سي سورس هوز انستنتينيوس اي ام اف بتساوي يا سيدي في ايكوال 200 ساين 100 باي تي. اولا اعرف ازاي الشكل بتاع الريليشن ده، فتيجي تقول لي الفي بتساوي ها 200 كلام جميل، ساين كلام جميل، 100 باي تي ده زي ايه؟ في انستنتينيوس ممتاز، ايكوال في ماكس ممتاز، ساين الله ينور عليك اوميجا تي، مش ده القانون؟ يعني ده كده مكان الاوميجا، الله ينور عليك، وده مكان التي، وده كده مكان الفي ماكس. نمشي بقى واحده واحده، اهي ادي الجزء الاولاني اللي اتكلمنا عنه. قال لك ايه؟ The source is connected to inductive coil of self inductance L with negligible ohmic resistance given the effective value of current is 2 امبير. ده حضرتك ايه؟ I effective. ممتاز. ايه الموديفيكيشن اللي انا عاوز اعمله عشان اعمل دبلنج للافكتيف فاليو بتاعت الكرنت؟ اولا في نقطة ممكن تتوهك انت الاول، ليه؟ اولا حضرتك انا ده سيركت بتاعت ال بس، لان ما فيهاش حاجة غير كده خالص، قال لي اندكتيف كويل. طيب السؤال بقى، انت عاوز تزود الاي، انت قلت تعمل دبلنج للكرنت، يعني الاي تزيد، الاي تزيد والسيركت دي بتاعت سيركت كويل بس، يعني الاي بتساوي في ال على اكس ال. امتى الاي دي تزيد؟ لو الاكس ال قلت. طيب الاكس ال تقل لو وصلنا 2 كويل سيريس؟ غلط طبعا. لو وصلنا 2 كويل سيريس لا، اي توصيل سيريس يعلي الاكس ال، واذا زادت الاكس ال الاي تقل، يبقى انا التوصيل بتاعي بارلل. طيب الباقي للفاليو، اجيب الفاليو ازاي؟ هي دي بقى النقطه اللي انا عايز اقول لك فيها. تجيب الفاليو الاول، هو انت تعرف قيمه الاكس ال الاولانيه؟ لا. فتيجي تقول لي الاكس ال الاولى بتساوي الفي ال على الاي. طيب انت هتقسم ايه على اي افكتيف؟ يبقى تستخدم في افكتيف، دي نقطه. انت بقى هتجيب الفي من هنا ب 200 تبقى غلطان، حضرتك احنا عايزين في ال افكتيف، لان انا بشتغل على اي افكتيف، ودايما ده اللي بتشتغل عليه في الاي سي سيركت. طيب يبقى انا عندي الفي افكتيف بتساوي كام؟ 0.707 من الاي ام اف ماكس، فيبقى 0.707 من الاي ام اف ماكس اللي هي 200، كلام جميل، على الاي افكتيف اللي هي تطلع كام؟ 2. حلو، نشوف تطلع معانا كام. فهتطلع معانا الاجابه بتاعه الاكس ال، لو جبنا الكالكوليتر وجينا نشتغل على الاساس ده، هنروح قايلين اهي 0.707 تايمز 200 اوفر 2، تطلع معانا 70.87 اوم. كده احنا جبنا الاكس ال. طيب لسه ما خلصناش، لان هو بيتكلم على ال اللي هي بالهنري، فانا كده ما خلصتش. طب تعالى نشوف بقى ال هتطلع معانا ازاي. هتقول لي ما هو الاكس ال ايكوال 2 باي اف ال، والاكس ال 70.7، وال2 تنزل، والباي 22 اوفر 7،
والفريكونسي الراجل مديهولنا لا، بس احنا كان ممكن نعمل حركة اسهل من كده، ان احنا نروح جايبين الفريكونسي. طيب الفريكونسي بيساوي ايه حضرتك؟ الفريكونسي احنا عندنا هنا الجزء اللي شغالين عليه، ممكن كان كنا نشيل ال 2 باي اف دي كلها، مش دي كده بتساوي اوميجا، ونحط مكانها 100 باي. جبتها منين؟ ما هو جبتها من هنا، مش دي كده بتعادل الاوميجا؟ اه، فبالتالي اشيل الاوميجا، ما هو ويل اوميجا ال، اشيل 2 باي اف على بعضها بدل ما ادوخ، واروح حاطط مكانها كام؟ 100 باي، بس الباي هنا لازم يتعوض عنها ب 22 على 7، ونجيب ال ال. طيب نعمل ايه بقى؟ هنروح جايبين الرقم ده ومودينه بالديفايد، تبقى ال ال تبقى معانا بتساوي، تمام؟ نقسم الرقم ده على 100 في 22 over 7، تطلع معانا ال ال ب 0.226. طبعا هي كده ال ال ايه؟ بالتقريب هنقربها تبقى 0.23 هنري، يبقى دي قيمة ال ال. طب انا دلوقتي لو عايز اعمل ايه؟ لو عايز ازود الاي دبل، نرجع بقى للسؤال، يبقى انا اعلي الاكس ال ولا اقللها؟ انا عايز ازود الاي دبل، يبقى اقلل الاكس ال، فاتفقنا نوصل بارلل. طب احنا ال ال طلعناها كام؟ 0.23، يبقى انا اوصل واحد كمان بارلل ب 0.23، يبقى نختار اجابه ايه، او زي ما كانت عند حضرتك في الامتحان، المهم هنوصل 0.23 بارلل للكويل. طب تعالى للكويستشن نمبر 7. طب كويستشن 7 بيقول لسعادتك ايه؟ بص يا سيدي، كويستشن 7 بيقول لك ان احنا عندنا في الاوبزيت فيجر لو الكي ده كلوزد، الفيز انجل ما بين في وتي والفي توتال والاي يجرى له ايه؟ بص يا سيدي، في قاعده اساسيه انا عايزك تتعود عليها. رقم واحد، هو ايه الفرق لما يكون السيركت فيها كويل بيور، وايه الفرق لما تكون السيركت فيها ار ال يعني ريزيستنس وكويل؟ لما تكون فيها كويل بيور كان ده الاي اللي هو نفس الفيز بتاع الفي ار، وكان ده كده الفي توتال بتاعنا، وكان الاي بيتاخر عن الفي بكام ديجري؟ 90 ديجري. لما كان بقى ار ال كان بيبقى ده الاي اللي هو نفس الفي ار بالظبط، وكان بيبقى هنا في ال وهنا في الفي، فكان بيتاخر عنها بانجل اقل من 90. طيب احنا دلوقتي لما نقفل الكي وتمشي الالكتريستي كده، هتبدا قفلت الكي ده امتي واير شورت سيركت، وده سلك فيه ريزيستنس، فالالكتريستي تختار السلك الايه الامتي وتلغي اللي فيه ريزيستنس، يعني اصبحت السيركت دايره ال بس. يبقى معنى كده بدل ما كانت الانجل ما بينهم اقل من 90 عشان كانت في ريزيستنس بتقلل الانجل الفيز ديفرنس ما بينهم اقل من 90، اصبحت الريزيستنس دي مش موجوده، يعني انا اصبحت سيركت بتاعت ال، فهيبقى الفرق ما بيننا مش اقل من 90، يبقى معنى كده الانجل من هنا لهنا زادت، فنختار انكريز، وده سؤال مهم. تعالى ندخل في الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده بيقول لي اسيل اوف انون اي ام اف، يعني الفي بي بتاعتها مش معروفه. بيقول لي اتوصلت ب ريزيستنس ار 1 وكرنت 0.5 امبير باسس، يعني ده الاي بتاعنا، والار ال 1 دي لما بدلناها بريزيستنس ثانيه ار 2 ارى 0.3 امبير. طيب وادي الرسمه بتاعتك، ادي يا سيدي ار 1 وادي ار 2، ار 1 ب 5 تمام، وادي ار 2 بكام؟ ب 9، وهنا 0.5 وهنا 0.3. طيب لما نيجي نشتغل على الاساس ده بقى هنتكلم ازاي؟ اول حاجه لو انا اعرف منين اذا كان في انترنال ولا لا. طيب دي حته بسيطه قوي تقدر تعرفها، هي كده دي في بي ودي في بي نفس البطاريه، فلو انت جربت تعمل اي في ار كده تطلع دي 2.5، ولو جينا نضرب 0.3 في 9 تمام هتطلع معانا ب 2.7، يعني كده كده الفيهات مش متساويه، يبقى معنى كده اكيد وش فيه في انترنال. طب نجيب الانترنال ريزيستنس ازاي؟ يعني شفت الحركه دي تقدر تعرفك اذا كان في انترنال ولا لا. تقول لي ان الفي بي بتساوي الفي بي، كلام جميل. طب تعالى نتكلم على كيس 1، ما هو كيس 1 حضرتك بتساوي اي توتال في ار ايكوفالنت بلس انترنال. طب وكيس 2 اي توتال في ار ايكوفالنت بلس انترنال. طب انت تقصد ايه بكيس 1 وكيس 2؟ حبيبي دي كيس 1 ودي كيس 2. طيب هنا حبيبي الاي بكام؟ ب 0.5، وار ايكوفالنت بكام؟ ب 5، وهنا الانترنال بكام؟ ما اعرفش. طب تعالى هنا نبص، هنا الاي بكام؟ 0.3، ار ايكوفالنت بكام؟ ب 9 بلس انترنال. كلام جميل جدا جدا جدا، بهدوء شديد بقى عايزين نقدر نحل. طيب هنحل ازاي؟ هتروح مدخل دي جوه، فيبقى 0.5 في 5 2.5، وتدخل 0.5 في r تمام تطلع 0.5 r، وهنا تدخل دي 0.3 في 3 في 9 تبقى 2.7، 0.3 في r تبقى
0.3 r. كلام ممتاز جدا. هنروح كل اللي احنا هنعمله هنودي دي بالماينس، ونروح جايبين اختها هناك بالماينس، فيبقى هنا 0.5 ماينس 0.3 يدينا 0.2 r. كلام جميل. و 2.5 ماينس 2.7 ماينس 2.5 يدينا 0.2 r، 0.2 بس. فيبقى الار بتساوي ايه؟ نودي ده بالديفايد تبقى الار ايكوال 1 اوم. يبقى كده جبنا الانترنال. ناخد بقى دي نعوض بيها اما في الفوق او في اللي تحت، اي واحده منهم. فيبقى الفي بي مثلا ناخد ايه رايك دي اللي هي اللي احنا عوضنا بيها، يبقى 0.5 في 5 بلس انترنال اصبحت بواحد، 0.5 تايم 6 ايكوال 3. فيبقى كده جبنا ان الفي بي بتساوي 3. طيب تمام كده. تعالى ندخل على الكويستشن اللي بعده. سنسيتيف جلفانومتر ريزيستنس بتاعته 150 اوم. قال لك كونكتد تو ا ديفرنت شانس تو كونفرت ات انتو ا ميتر. مين الفيجر اللي بيقرا اعلى رينج سكيل؟ اعلى رينج سكيل يعني ماكسيمم كرنت. حبيبي الماكسيمم كرنت بنحصل عليه لما يكون عندنا ليست ريزيستنس. ليست ريزيستنس يبقى نشوف مين الكونكشن اللي بيدينا اقل توصيل. فده ار جي وده نفس الار جي وده نفس الار جي وده نفس الار جي. هنا حبيبي 2 اوم، هنا كام اوم؟ 5 اوم. تمام. طبعا دي كده دلوقتي اقل واحده حضرتك، دي 5 3 بارلل يبقى 5 اوفر 3. تمام. ودي كده 5 اوفر 2. ده كده الناتج بتاعها يطلع 2.5 اوم. ده الناتج بتاع 5 وده الناتج بتاع 2، وال5 اوفر 3 يطلع الناتج بتاعها 1.66. طيب يبقى معانا كده مين ادانا اقل ريزيستنس؟ فيجر 2. يبقى نختار فيجر 2 لان عند اقل ريزيستنس هيكون عندنا اعلى قيمه للكرنت. تعالى ندخل في الكويستشن رقم 10 وهو حاجه مهمه قوي. قال لك تعالى بقى لسؤال رقم 10 وبيقول لك which combination of the resistors shown in the figure gives the equivalent resistance R. بص هنبدأ بسياسة الاستبعاد لأن الموضوع بسيط قوي. لو احنا جينا بصينا على فيجر رقم C هنستبعده واحنا يعني مغمضين. ليه؟ لأن ال R دي سيريس مع حاجة، يعني هتعمل لها بلس حاجة، فأكيد هتبقى أعلى من R، فهنستبعد C. طيب لو جينا بصينا على فيجر A هنبص نلاقي كأن هنا معانا كام؟ 4R و2R، يعني معايا 6R. 6R هتبقى بارلل مع ال R. تمام. وهتبقى بارلل مع 3R. طيب لما نيجي نشتغل اعمل كده كأنك بتعمل 6 بارلل مع 1 بارلل مع 3، فهتبص تلاقي نفسك طلعت معاك، يعني لو عملت كده 3 هتطلع دي 3 over 4، وبعدين دي هتطلع مع ال 6. او اعمل كده كأنك بتعمل 1 over 6 plus 1 over 3 plus 1 over 1، وبعدين نشوف هتطلع كام. هتطلع معانا اهي 1 over 6 plus 1 over 3 plus 1 over 1. هتطلع معانا زي ما احنا شايفين الإجابة 1.5، بس ده بيساوي 1 على R. هتروح قالب ال R انت كده، يبقى 1 على 1.5 هيطلع اقل من R. او ممكن تعملها بحركة اصيع تقول لي دول التلاتة بارلل ومجموع البارلل اصغر من اصغر ريزيستنس، يبقى معنى كده ان دي اصغر من ال R، دي سريعة دي. تمام. فاستحالة تساوي R، يبقى ده كمان مستبعد. تعالى ندخل على دي. دي هنا معانا كام؟ R و3R، يبقى 4R فوق، و4R و2R الله ينور عليك، يبقى معانا هنا 6R. يعني معايا 4R و6R. لو انت جيت تجيب كأنك بتجيب 6 و4 بارلل، تمام، يبقى هتعمل 6 تايمز 4 على 6 بلس 4، اهو انا ماشي معاك واحده واحده، هتطلع معانا الاجابه كانها ب 2.4، فهتطلع رقم قليل جدا. كلام جميل. يبقى 2.4R، يبقى الرقم ده كده مش R. تعالى بقى بص على النقطه اللي احنا بنتكلم عليها هنا. هنا R و3R اصبحت كان معايا 4R، وهنا في 2R، وهنا في 4R، والثلاثه بارلل. طيب 4R و4R بارلل هيطلع 2R، وال2R مع ال2R دي بارلل هتطلع الإجابة R. يبقى هنختار إجابة B هي اللي هتبقى صح. تعالى ندخل على الكويستشن اللي بعده وهو كويستشن رقم 11. بيقول لي an AC circuit فيها AC source maximum EMF بكذا، اكتب ان ده Vmax. قال and inductive coil negligible ohmic resistance، ما عندوش resistance. تمام خلاص، ده الاندكتيف كويل. وهوت واير اميتر عنده ريزيستنس. يبقى قبل ما ابدا كده السيركت دي ار ال، ار اللي هي ماسكها الهوت واير اميتر، وال اللي هي بتاعه الكويل. قال لو قرايه الاميتر 10، خلي بالك اي هوت واير اميتر بيقرا اي افكتيف، دي ما فيهاش نقاش.
طب ايه اللي خلاك تاخد بالك من موضوع الافكتيف والماكس؟ لان هو هنا قايل ان دي ماكس، نطق ماكس، عارف لو قال ايه ماف بس كنت خلاص وافقت وقلت في على اي وخلاص، لكن هو دلوقتي قال ان دي في ماكس وقال ان ده اي افكتيف، فبالتالي عايز الاندكتيف رياكتنس اكس ال. طب مش بالبساطه دي، لان دي دايره ار ال، فمعنى كده ان انا بشتغل على الامبيدنس، يبقى الزد بتساوي في افكتيف على اي افكتيف. طب هل حضرتك انت معاك في افكتيف؟ لا انا معايا في ماكس، فتقول لي يبقى 0.707 من الاي ام اف ماكس اللي هي 250 على اي افكتيف. اي افكتيف بكام؟ ب 10. ممتاز، تطلع معانا الزد، نروح جايبين احنا قيمه الزد كده نشوفها تطلع كام معانا، نروح عاملين 0.707 تايمز 250 اوفر 10، تطلع معانا الزد ب 17.675 اومز. دي قيمه الزد. طيب دلوقتي احنا عايزين الاكس ال، تقول لي ما هو الزد بتساوي ايه؟ روت ار سكوير بلس اكس ال سكوير. طيب يبقى نحط دي 17.675، روت ار سكوير الار ب 12 يبقى 12 سكوير بلس اكس ال سكوير. عايز اخلص من الروت، عشان تخلص من الروت تعمل سكويرنج للبوث سايدز، فنعمل لده سكوير تطلع 312.4، وده سكوير طبعا احنا كده طيرنا الروت، بس 12 سكوير 144 بلس اكس ال سكوير، هيجي ده بالماينس يبقى نعمل ماينس 144 تطلع 168.4 ايكوال اكس ال سكوير. طبعا احنا عايزين اكس ال سكوير ولا الاكس ال؟ اكس ال، يبقى ناخد الروت بتاع الرقم ده، يبقى روت الرقم ده تطلع 12.98، يبقى اكس ال بيكوال 12.98 اوم، يبقى دي كده قيمه الاكس ال. يبقى هي الفكره هنا انه لسعنا في كلمه ماكس وادانا اي، وانت عارف ان الاي اللي بيتقري من الهوت واير اميتر بيكون اي افكتيف، لكن لو ما قالش كلمه ماكسيمم كنا خدنا في على اي عادي وما فيهاش اي مشكله خالص خالص خالص، بس الفكره انه قال ماكسيمم اي ام اف واصر عليها وادانا اي، فاحنا عارفين الهوت واير اميتر دايما بيقرا افكتيف، فعشان كده كنا نعمل في افكتيف على الجزء الخاص بالاي. طب تعالى بقى ناخد السؤال اللي بعده، هو سؤال جميل بصراحه وبيكلمنا على كويستشن نمبر 12. Each graph represents a number of voltage cycles generated by dynamo X and dynamo Y. تمام؟ في same interval. طيب. In two dynamo coils having same cross-sectional area. ثواني كده، يبقى الـ area واحدة واحدة. حلو. والتاني بيقول لي rotate in magnetic field same strength، يعني الـ B هي هي. عايز الريشيو ما بين A الـ number of turns in Y to number of turns in A in X. طب سؤال بس كده واحدة واحدة. تعالى الأول نبص على الجرافات اللي الراجل قال لي عليها. طيب في طالب يقول لك ممكن أبص على جرافات، وفي طالب بيقول لك لا أنا ممكن أتوه. طب أعمل إيه لو أنا بتوه؟ أقول لك يا حبيبي ماشي، إحنا تعالى نشوف هو عايز إن إيه؟ إن واي على إن إكس. تيجي تقول لي يا بابا إن الإي إم إف بتاعت الداينامو بتاعت واي على الإي إم إف بتاعت الداينامو بتاعت إكس بتساوي إيه؟ إن بتاع أو 2 و2 باي إف وإيه بي، مش ده كده قانون الداينامو؟ طيب وهنا إن و2 باي اف و A B. طيب ده واي يبقى دي واي وده واي وده واي وده واي وده اكس، يبقى ده اكس وده اكس وده اكس وده اكس. كلام جميل، هو قال بعظمه لسانه ان الاريا واحد، يبقى خلاص اطير الاريا مع الاريا، والراجل قال بعظمه لسانه ان البي واحد فاطير البي مع البي، واطير ال2 باي مع ال2 باي. طب احل؟ لا ما تحلش، خلي الشكل اشيك، فتقول لي اي ام اف واي على اي ام اف اكس ايكوال ان واي اف y over n x f x. كلام رائع وجميل. بص بقى على الجراف ده، حضرتك بتاع x وده حضرتك بتاع y. بص على x هتلاقي ان الاي ام اف بتاعت x 2v y v. ثواني عشان ما ننساش، اروح جاي عند y واحط v، واروح جاي عند x واحط 2v. كلام جميل. طيب ونروح حاطين ان y على ان x هو عايزها. تعالى بقى على الفريكونسي، هنا الفريكونسي في نفس التايم حصل كام؟ 2 waves. تعالى بقى هنا نبص، ادي ويف 2 3 4، يبقى كده 4، يبقى الفريكوانسي هنا تعتبر ب 2 على اعتبر كاني ده 1 سكند، وهنا الفريكوانسي ب 4. طب ده بتاع مين؟ ده اكس، فاروح حاطط هنا الفريكوانسي بتاع اكس ب 2. طيب وده كانه 4، اروح حاطط هنا الفريكوانسي كانه 4. بهدوء شديد كده اروح مطير الفي مع الفي، وهنا على الاثنين فيها 1، على الاثنين فيها 2. تمام كويس جدا، تنزل ال 2 دي تروح هناك، او لو انت بتتلخبط قول لي هاف، مش ده كده هاف ايكوال ان واي اوفر ان اكس، وهنا كان في 2 اوفر 1، تروح نازل ال 2 دي هنا وتطلع ال 1 ده هناك، فيبقى ان واي اوفر ان اكس بتيكوال
1 over 4، فتبقى الإجابة 1 over 4 اللي هتطلع إجابة رقم C زي ما احنا قلنا. طب تعال بقى للكوستشن رقم 13 بيقول لي an AC dynamo of 100 turns، فانت تيجي على جنب كده تقول لي ال N equal 100 turns and the area 250 سنتيمتر سكوير، فالاريا 250 خلي بالك سنتيمتر سكوير، يبقى هنعمل times 10 باور نيجاتيف 4 عشان نحولها متر سكوير. بتمشي في ماجنتيك فيلد 200 ملي تسلا، يبقى نخلي بالنا ان البي ب 200 ملي يبقى نضرب في 10 باور نيجاتيف 3 عشان تبقى تسلا. starting from perpendicular position of field، خلاص يبقى بنشتغل زي ما احنا لان perpendicular position كاني بادئ من الزيرو position. طيب ال EMF reaches maximum value، بص 100 times in 1 second، فاكر الرول اللي كان بيقول لك عدد المرات اللي يوصل فيها maximum بيساوي 2F؟ اه كان ال number of maximum in 1 seconds كان equal to F، يبقى معنى كده ده كان عددها 100 ده equal to F، يبقى معنى كده ان الفريكوانسي ايكوال 50 هرتز، يبقى كمان جبنا الفريكوانسي. عايز الافكتيف فاليو اوف اي ام اف، طيب الافكتيف بيساوي ايه؟ 0.707 من الاي ام اف ماكس. هل انت معاك الاي ام اف ماكس؟ لا. طب ما تيجي نجيبها، تقول لي اي ام اف ماكس ايكوال ان 2 باي اف اي بي، ان بكام؟ هتلاقيه 100، 2 تنزل، الباي 22 اوفر 7، الاف لسه جايبينها 50، الاريا اهي معانا هتنزل هنا، والبي معانا هتنزل هنا. طيب نعوض بمنتهى البساطه، نروح جايبين الاريا 200 او نمشي من هنا 100 تايمز 2 تايمز 3.14 او 22 على 7 تايمز 50 تايمز الاريا 250 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز ال 200 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، تطلع معانا الاجابه 157 فولتس. خلي بالك ما خلصناش، ده كده الماكس، انا عاوز الافكتيف، فهنضرب الماكس اللي احنا جبناها في 1.707 تمام، يبقى نضرب في 0.707 تطلع معانا 111 اللي هي موجوده معانا 0.1، هتطلع اوبشن رقم دي. كلام جميل. تعال ننقل على الكويشن اللي بعده، ولازم تبقى هادي وانت بتحل. هنا بيقول لك the figures illustrates a wire in form of semicircles، كلام جميل. بيقول لك connected together and connected to a cell، مين من السيمي سيركلز عندها اقل ماجنتيك فلكس؟ طبعا هو الراجل هنا بيتكلم على سيمي سيركلز، فالبي بتساوي ميو ان اي على 2 ار، ده السيمي سيركل. واضح ان هما نفس البريمابيليتي، واضح ان ده هاف سايكل وده هاف سايكل وده هاف سايكل وده هاف سايكل، يبقى الان واحده. واضح ان الكرنت واحد لان هما ماشي اي وهيطلع وينزل ويطلع وينزل ويطلع وينزل، يعني الاي واحد، يبقى المشكله في الار. طيب مين اعلى ار؟ فيجر ايه هو اعلى ريديس، يبقى هو اقل فيلد. تمام حلو، هو بيقول لك مين عندي اقل فيلد، يبقى اقل فيلد هو اعلى واحد في الريديس. اعلى واحد في الريديس كان فيجر A، فنختار فيجر A اللي هو هيكون الاوبشن رقم C. هنا بيقول لك في question 15 when the switch K is closed which row show the correct reading of the voltmeters V1 و V2 و V3. بص بقى معايا، هو انت يا حبيبي لما تقفل ال K هيجرى ايه؟ بص يا سيدي، لما نقفل ال K ده اصبح ده كده لو انت ركزت معايا empty wire او jumper wire، يعني شورت سيركت، فهيتلغي ده وهيتلغي ده. هتقول لي امال الفولتميتر متوصل على ايه؟ على ولا حاجه، مفيش ريزيستنس، والفولتميتر اي في ار، وبما ان مفيش ريزيستنس الار بزيرو، يبقى الفولتميتر الاول يقرا زيرو. كان ممكن تختصر على نفسك لو انت يعني مستعجل في الوقت فتختار رو ايه، لان هو الوحيد اللي فيه فولتميتر 1 بزيرو، بس نكمل تمام عشان السؤال ده مهم. طيب حبيبي انت كده عملت ايه؟ انت لغيت صف ريزيستنس كبير، فيبقى الار توتال اكيد قل. كلام جميل، ما انت لغيت صف ريزيستنس هيتعمل له بلس، يبقى اكيد اي توتال ايه؟ زاد. ممتاز حلو، يبقى لما اجي اجيب في 2، ما هو في 2 بيساوي اي في ار، فاذا كان الاي زادت والار دي فيكسد يبقى في 2 هتزيد، يبقى في 2 هتزيد، كده احنا ماشيين تمام. طيب تعالى بقى بص على الفولتميتر ده، على باتري ولا على ريزيستنس؟ هتقول لي باتري وريزيستنس، نحترم وجود الباتري، يبقى في 3 بيساوي في بي ماينس اي في ار، مفيش انترنال، بس دي بما انها ما بين التو بولز بتاعت الفولتميتر وجنب البطاريه والفولتميتر على الاثنين، بتتحط مكان الانترنال.
طيب انا دلوقتي دي ما اتغيرتش والفي بي ثابته، بس الاي جرى له ايه؟ هتقول لي الاي زاد، وطبعا دي بالماينس، يبقى الفي 3 ايه؟ تقل. يبقى نختار اوبشن ايه اللي كان ممكن نختاره من الاول، تمام زي ما احنا اتفقنا. طيب تعالى لي الكويشن بعد كده اللي هو كويشن رقم 16، وهو سؤال مهم وان كان في غلطه، يعني نقدر نقول ايه، هي مش غلطة قوي بس يعني المفروض في الصياغة تتعدل شوية. هقول لك ايه هي بس لما نمشي نقول: you have straight wires 1 and 2 in one plane perpendicular to each other. كلام جميل. The wire 1 is free to move while wire 2 is fixed. يعني بتحرك wire 1. An electric current I1، كلام جميل، and I2 passes through them respectively. So direction of motion. هو المفروض ما يقولش direction of motion، لأن direction of motion ده يحتمل كذا معنى، تمام، وممكن يعمل فيه two forces، تمام، في اتجاهين مختلفين. فالمفروض يقول هنا direction of force، ولكن هي في السؤال ده مفيش عندي options تانية غير اللي هو فعلا اللي مدهاني، فكان المفروض يقول direction of force. Due to the effect of magnetic field اللي بيظهر في wire 2، يعني هو عايز دلوقتي الاتجاه الموشن بتاع واير 1 بسبب تأثير واير 2. يعني ايه؟ يعني واير 2 هيأثر على 1، يعني انا بجيب تأثير واير 2 على 1. اجي بمنتهى البساطة اعمل امبير رايت هاند رول هنا، يبقى من ناحية واير 1 ده اوت، فالمفترض انا اعمل اوت تخينة كده، تمام، اوت تخينة، وكل مدى الفيلد بيقل، خلي بالك، صح؟ فبقى ايه، برفع الاوت عشان انا ابقى فاهم بس ان كل مدى الفيلد بيقل، لان ده هيفرق معانا بعد كده في مسائل من نوعية تانية. بس اخلص ايه السؤال ده. كلام جميل. انا دلوقتي لما اجي اشتغل على النقطة دي قولي يبقى ده فيلد كده اوت وكارنت ماشي كده، بنطبق فليمنج ايه، ليفت هاند رول. اروح جاي عامل الفيلد اوت بالشكل اللي انت شايفه دوت، واخلي ادي الفيلد اوت واخلي الكارنت كده، ايوه الكارنت كده، يبقى الفورس، ادي الفيلد اوت طالع لبره الورقه، الكارنت ماشي كده، يبقى الفورس طالعه اب ذا بيج او فوق البيج، يبقى كده السؤال عندي رقم دي، تمام، لان انا باثر باتنين على واحد، فجبت الفيلد بتاع اتنين على واحد، وجبت بعد كده اتجاه الموشن اللي هو يقصد بيه الفورس على واحد. طيب ممكن يسالك سؤال يقول لك لو دي نقطه A ودي نقطه B، فعايزين نعرف اتجاه مين اقوى، فهتقول لي هنا الفورس اقوى. ليه بقى؟ لان ده حضرتك بيتعرض الى، ركز بقى معايا كده، بيتعرض حضرتك الى مجال كبير، فالفورس هيكون كبير. لكن هنا لو سالتك على الفورس هتقول لي الفورس اقل. عارف ليه؟ لان هنا بيتعرض المجال بيكون ضعف عقبال ما يوصل، فبالتالي الفورس بتكون اقل، فهتخلي بالك من موضوع النقطه دي، بس ده مش موضوع السؤال. تعالى لكويستشن رقم 17، بيقول لك the following figure عنده two current carrying conductors. current of intensity i بتعدي في كوندكتور اكس، كلام جميل، ده اكس، وكرنت 2i اللي هو 2 امبير بتعدي في كوندكتنج واي، يبقى هنا مدينا الكرنت ب 2 امبير. Then the current I that caused the magnetic flux to be zero. بما ان الماجنتيك فلكس to be zero، تسأل انت نفسك يعني ايه ماجنتيك فلكس هتبقى zero؟ يعني neutral point. يعني ايه neutral point؟ يعني B متساوية، يبقى B بتاع Y اكيد بتساوي B بتاع X. طب بهدوء كده، B بتاع X ده واير، يبقى mu I X على 2 by D. طب ده ايه بقى؟ ده كده يعتبر سيمي سيركل، نص سيركل، يبقى mu N Y ده Y اي واي على 2 ار. كلام جميل، بهدوء، التو تطير مع التو، برميابيليتي تطير مع البرميابيليتي، نمشي واحده واحده. ان واي دي هاف سيركل، نحط هاف، اي واي كتبها لنا ب 2، نروح حاطين 2. هنا الار تساوي دي، وهنا المسافه دي، فنقدر نطير الار مع الدي برضو، يبقى ده كان اوفر 1، وهنا ده بيساوي اي اكس اوفر باي. طيب ما هو 2 تايمز هاف على 1، كل ده كده هتلاقي كل ده بقى ب 1، يبقى معنى كده ان 1 بتساوي اي اكس اوفر باي، يبقى معنى كده لو عايزين اي اكس هتبقى الاي اكس بتساوي باي امبير، فنختار اجابه دي. طيب كلام رائع وجميل. تعالى ندخل على كويشن رقم 18. بيقول لك ايه كويشن رقم 18 بقى دوت؟ بيقول لك two copper wires of the same length، يعني معنى كده يا حبيبي ان L1 بتساوي L2. لازم نفهم شيء واحده واحده، بس خلي بالك احنا فوتنا نقطه مهمه، قال two copper wires يا حبيبي، يعني الاثنين من نفس الماده، يبقى رو 1 ورو 2. اصحى يا بابا، ها اصحى عشان ما تتغفلش، تمام. cross sectional area of second wire 3 times the first. انا ما بعرفش احل ريشيو، بيقول لك cross sectional area of second، بس بتعرف تقرا انجلش، فيبقى second A2 is يعني equal 3 times، يعني 3 times الاريا بتاع الفيرست، اريا بتاع فيرست،
ده اللي انا اعرفه. انت بتفهم من الانجليش صح؟ يبقى كروس سيكشن اريا اوف سكند A2 از يعني ايكوال 3 تايمز اريا 1. كلام جميل. نمشي ازاي؟ R1 يا بيبي على R2 بتساوي ها رو 1 على رو 2. ممتاز، بلاش حفظ، ها ال1 اوفر ال2 اريا 2 اوفر اريا 1. مش ماشي واحده واحده. هو قال لسعادتك ان الرو نفس الماتيريال، ما قالش يعني، هو قال كبر فانت تفهم. طيب ال1 ايكوال ال2 تطير دي مع دي، يبقى انا معايا اريا 2 واريا 1، نروح شايلين اريا 2 حاطين مكانها 3 اريا 1. ممتاز، على اريا 1 تروح طايره اريا 1 مع اريا 1، فتبقى الاجابه كام؟ 3 اوفر 1، فتطلع الاجابه 3 اوفر 1 هتكون اجابه رقم دي. ممتاز جدا. تعالى للكويشن رقم 19. كويشن 19 بيقول لك 10 مايكرو فرد. حلو، يبقى ده سي لانه بالفرد، يبقى 10 في 10 باور نيجاتيف 6 عشان يبقى بالفرد. اتوصل ب 1000 هرتز، ممتاز ده فريكوانسي. ماكسيمم اي ام اف، ممتاز ده كده في. عايز ماكسيمم فاليو اوف كارنت، بص هنا بقى ادانا ماكسيمم اي ام اف وعايز ماكسيمم فاليو اوف كارنت، فاقول ان اي ماكس عادي بتساوي في ماكس على اكس سي. وهي دي دايره كاباستور بس. طيب احنا معانا في ماكس، مش مشكله مش معانا اكس سي. طب ما ايه رايك نجيب اكس سي 1 على 2 باي اف سي. طيب نروح حاطين 1 على 2 في 22 اوفر 7 اف ب 1000 سي اللي هي هتكون 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. طيب ممتاز، نروح حاطين كده 1 اوفر تمام 2 تايمز 22.7 تايمز 1000 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 6، تطلع معانا تقريبا 16. طيب يبقى الفي ماكس بتساوي كام؟ الفي ماكس يا حبيبي تساوي 5 اوفر كام؟ 16. يبقى 5 اوفر 16 تطلع زي ما هي موجوده معانا 0.3. تمام، دي طلعت معانا الاجابه لانه طلب اي ماكس. تعالى لكويشن رقم 20. كويشن رقم 20 محتاج منك تشغيل دماغ شويه، وهو مش صعب بس محتاج منك فوقان. In the figure as the magnet moves in direction shown. طب الماجنت بيتحرك ازاي؟ الماجنت بيتحرك واضح ان هو بيتحرك بعيد. Which of the following choices is correct؟ بص يا حبيبي كده واحدة واحدة، أنا بتحرك بعيد، لا بحب قربه ولا بقدر على بعده، واضح إن هو بيبعد، أنا ما بقدرش على بعده، فعايز أعمل له إيه؟ عايز أعمل له أتراكشن. طيب أنا أعمل له أتراكشن إزاي؟ ده ساوث، يبقى هنا في N، وبمنتهى الهدوء يبقى هناك في S. كلام جميل جدا جدا جدا. طب لما أجي أنا أشتغل بقى عايز أجيب الدايركشن، حلو أوي. لو انا عايز اجيب الدايركشن بشتغل ازاي؟ عندك حل من اثنين، تيجي عند الحته المخفيه ورا كده وتشتغل بماكسويل، يعني تيجي هنا في الحته دي كده وتشتغل ماكسويل رايت هاند سكرو رول تمام، او تيجي عند الحته البارزه قدامنا هنا ونشتغل بقاعده امبير رايت هاند رول. طيب احنا بنشتغل امبير رايت هاند رول اسهل، فتعالى ايه رايك نروح عاملين ايدينا كده، بص كده معايا، اروح عامل ايدي كان الكرنت نازل كده اهي تمام، وده دايما يشاور على النورث، فانا صباعي ده دايما كده مشاور على النورث، وايدي نازله كده اهي، ايديا مشاوره على النورث وايدي نازله كده من الحته البارزه. ها ايه الحته البارزه؟ اللي هي جايه من فوق الكور اللي هي واضحه قدام عينك، يبقى هنا اهي ان، وادي ايدي نازله كده، يبقى معنى كده ان الكرنت نازل كده نازل كده ماشي كده ماشي كده طالع كده. كلام جميل جدا حلو. طيب يبقى معنى كده ان عند اكس ده بيكون نورث وعند واي بيكون ساوث. طب تعالى نستبعد. طيب لما نيجي نستبعد هنستبعد ايه؟ بص كده معايا، لما اجي استبعد هستبعد ان اند واي، اند واي عندها ساوث، لا هي صح عندها ساوث. طيب هستبعد ان اند اكس عندها نورث، لا هي عندها نورث. اند اكس عندها ساوث، لا دي هستبعدها. كلام جميل. اند واي عندها نورث، لا هستبعدها. كلام جميل، يبقى انا ما بين النقطتين دول. حلو قوي. النقطة التانية الكهرباء ماشية كده، فواضح جدا يا حبيبي إن ده يكون بوزيتيف وده يكون نيجاتيف، صح ولا أنا غلطان؟ الله ينور عليك. يبقى لازم بوينت بي يبقى عندها بوزيتيف، يبقى أقول إند إكس هي اللي بتأثر كنورث والبي بوزيتيف، لأن الكهرباء لما بتمشي في اتجاه كأنها جاية من البوزيتيف للنيجاتيف، فبالتالي هنختار أوبشن بي. كلام جميل ورائع. تعالى للكويشن بعد كده رقم 21.
طبعا قد يكون ترتيب الأسئلة مختلف شوية، ولكن دي نقطة يعني مش مشكلة، أهم حاجة إن إحنا نعرف فكرة الأسئلة. كلام جميل. تعال نبص على 21. A coil of AC generator في 12 turns. ال each of area بالرقم ده، يعني دي ال area. قال total resistance of coil wire يبقى ادانا R. ال coil rotates ب field 0.6 تسلا، بيطلع current ال frequency بتاعه 50. Then the maximum induced current لما ال output terminals تتوصل ب negligible resistance equal كام؟ طب انت عايز الماكسيمم، فالاي ماكسيمم يا حبيبي بيساوي الاي ام اف ماكسيمم اوفر ار. طب انت معاك ام اف ماكسيمم؟ لا، بتقول تقولي ده دينامو، يبقى ان 2 باي اف اي بي اوفر ار. ممتاز يا حبيبي. الان بكام بقى يا بابا؟ الان ب 12 2 اهي، الباي ب 22 اوفر 7، الاف بكام؟ الاف ب 50. ممتاز جدا. تمام، يبقى كده معانا الاف في الاي في البي. تمام، الاريا ب 0.08 في البي اللي هي 0.6 اوفر ار. الار اللي هي هتكون كام؟ الار هتكون ب 22 مديها لنا هنا في المساله. تمام، نعوض هتطلع معانا الاجابه ب 8.22 امبير. طيب تعالى للكويشن رقم 22. ان الكتريك بيل اوف باور 1 وات. ممتاز، لما كرنت بيعدي فيها 0.5. ممتاز، اتوصل بترانسفورمر. بص يا بابا، اي ترانسفورمر بنوصل بيه جهاز طبيعي ان الترانسفورمر بيكون داخله في بي والخارج بتاعه في اس، فاي جهاز بيتوصل بالفي اس، فمعنى كده ده كده باور بتاع السكندري وده كده كارنت بتاع السكندري. اقدر اقول ان باور سكندري ايكوال في اس سكندري اي سكندري، اي جهاز بيتوصل بالسكندري لان ده الخارج او ده الاوتبوت بتاع الترانسفورمر. نحط هنا 1 وات، نحط هنا في اس، نحط هنا اي اس بكام حضرتك؟ هو قال هاف، يبقى بالتالي في اس ايكوال 2 فولت، يبقى انا كده بقى معايا في اس. قال ان الافشنسي 95%. دايركت اول ما اقول لك افشنسي تقوم انت جاي حاطط لي القانون بتاع الايتا ايكوال في اي اس اي اس اوفر في بي اي بي. في ولاد مش عارفينه كده، فنقدر نقول ان الايتا ايكوال في بي اوفر في اس ايكوال اي اس اوفر اي بي. ده لو انت محتار. كلام جميل. بس هو هنا لما جه اتكلم قال لك النمبر اوف تيرنز اوف سكندري كويل 1 اوفر 100 من البرايمري، يعني ان اس بتساوي 1 اوفر 100 من الان برايمري. طيب بص كده معايا ايه اللي هيتم. ما انا مش معايا ان برايمري. ما هو يا حبيبي انت تقدر تستبدل الثلاث حاجات دول ببعض، ممكن تفكرني بيهم قوي قوي. تقدر تستبدل ان اس اوفر ان بي، تمام، بي في اس اوفر في بي، بي اي بي اوفر اي اس، او العكس يعني تقلب الريشو. فانا دلوقتي اقدر استبدل اي اس اوفر اي بي بان بي اوفر ان اس. ممتاز، يبقى ايتا في بي اوفر في اس، اقدر استبدل اي اس اوفر اي بي بان بي اوفر ان اس. ممتاز، تعالى بقى نعوض ايتا ب 0.95 لان احنا ما بنسيبهاش كده، احنا بنحطها بيرسنتج او 95%. تمام، خلينا نشتغل هنا، يبقى 0.95 او 95% في بي. تمام، هو عايزها لانه عايز الفولتج بتاع السورس، يبقى دي مش معانا. في اس جبناها ب 2، ان بي مش معانا، ان اس ال 1 اوفر 100 ان بي، يبقى 1 اوفر 100 ان بي. فتطير الان بي مع الان بي. تمام كده، حلو، وتبدا تشتغل دي معانا، دي تطلع تمام ودي تنزل كده، فيبقى ال في بي بتساوي 2 تمام اوفر 0.95 تايمز 1 اوفر 100. كلام جميل، يبقى هتطلع معانا الاجابه، هتكون اجابه رقم زي ما طلع معانا دلوقتي A 210.53 فولت. تمام، اهي بمنتهى الهدوء والبساطة اتحلت المسألة، ما فيهاش أدنى مشكلة. تعالى بقى لكويشن رقم 23. وهي مسألة كرشوف، جايب لنا دلوقتي 2 في بي. خلينا نوضح كده 2 في بي، وهنا في بي، وهنا في بي، وهنا ده كده اي. طب انا لو مكانك
ابقى عندي سرعة بديهة عشان احل السؤال ده بسرعة. حضرتك انت مش شايف ان في تو باترز هنا عكس بعض؟ اه. طب يعني التو باترز عكس بعض دول مش هيكنسلوا بعض؟ اه طبعا هيكنسلوا بعض. يبقى معنى كده نقدر ناخد اللوب ده كده ونقول في اللوب ده كده ان هنا الفي بي ماينس الفي بي هتبقى زيرو، وهنا اي 2 ماشي في ار يعني اي 2 في ار، وهنا اي 3 في ار يبقى اي 3 في ار. بس خلي بالك كده ان واضح معانا ان اي 2 ماشي عكس اي 3، فيبقى اي 3 تاخد نيجاتيف، يبقى معنى كده اي 2 ار ايكوال اي 3 ار. ممتاز جدا. انت بقى تقدر تجيب اي 3 ازاي؟ بص كده معايا، مش دي كده بوينت؟ اه، داخل اي 1 خارج اي 3 وخارج اي 2، فتقدر تقول لي ان اي 1 داخل ايكوال اي 2 بلس اي 3. طب ما هو انا دلوقتي اقدر اعمل ايه؟ اه، اقدر اشيل اي 3 واحط مكانها اي 1 ماينس اي 2. طب نروح حاطين اي 2 ار، واشيل اي 3 واحط اي 1 ماينس اي 2 مضروبة في ار. طيب هو انا دلوقتي مش هقدر حضرتك اطير الار مع الار، وكنت اقدر اطيرها من بدري. اه تمام، يبقى معنى كده اي 2 ايكوال اي 1 ماينس اي 2، تروح دي بالبوزيتيف تبقى اي 2 في 2 بعد كده كانها 2 ايكوال اي 1. هو عايز ايه؟ اي 2 على اي 1، يبقى اي 2 على اي 1 تمام، تروح ساوي هاف. كلام جميل. يبقى نختار اجابه هتكون رقم بي اللي هي هتكون هاف بمنتهى الهدوء، وما احتجتش خالص ابص على اللوب اللي فوق، بشويه ذكاء كده قدرت احل المساله. ولازم يبقى عندنا فطنه شويه في الحل في الاسئله دي. طيب تعال لي في السؤال رقم 24. 24 بيقول لك يا حبيبي a circular coil عنده number of turns 30 and cross sectional area بالرقم ده 10 سنتيمتر سكوير، فرحنا نقول 10 حبيبي تايمز 10 باور نيجاتيف 4 متر سكوير، اتحط في ماجنتيك فلكس دينستي 0.3، كارنت 2 امبير عدى معانا، يبقى معانا اي. اذا عرفت ان الدايركشن بتاع الماجنتيك دايبول بيعمل انجل 30 تمام مع الدايركشن بتاع الفيلد، سو ذا ماجنيتيود اوف تورك. طيب انت بتتكلم على التورك، فالتورك ده بيساوي بي ان ساين ثيتا. طيب انت راجل حضرتك دارس وعارف ان الساين ثيتا بين ايه وايه، هتقول لي دي ساين ثيتا هتكون يا حبيبي بين الدايبول والفيلد. طب انت كراجل دارس النقطه دي قلت لي بين دايبول وفيلد، طب ما انا بقول لك ان الثيتا بين دايبول وفيلد، بين ماجنتيك دايبول وفيلد، يبقى احنا ما عندناش مشكله ان دي ساين 30 تنزل زي ما هي ومش هنعمل 90 ماينس. طب البي معاك ولا مش معاك؟ نبص البي معانا ب 0.3 نحطها. طب الاي معانا؟ اه الاي معانا ب 2 نروح حاطينها. الاريا معانا؟ اه بس بعد التحويل. ممتاز. الان معانا؟ اه تمام 30، فتطلع معانا الاجابه بعد ما نعوض تطلع 9 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 3. تبقى كده الاجابه جت مظبوطه. نيجي لسؤال الامتحان، يعني هو 25 ده هو ده يعني اللي انا بعتبره السؤال الجديد او الفكره الجديده في الامتحان، اللي هو بيقول لي the figure illustrates two AC circuits، واحد فيه اوميك ريزيستنس R والتاني فيه اندكتيف كويل L of negligible اوميك ريزيستنس، يعني دي دايره للR بيور ودي دايره للكويل بيور. Assuming that the voltages of two sources are the same in phase. طيب يبقى الاثنين same in phase، يعني هو هنا ثبت ان ال V the same. ازاي؟ هو قال لك ثبته. قال لك so the diagram represents phase differences ما بين ال currents I R و I L، يعني دي I R وده I L. هتبقى ماشيه ازاي؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي السيركت اللي هي بتاعت ال R دي اتجاه الفيكتور ريبريزنتيشن ان ده كان في ار وده كان اي ار، بس يا حبيبي هنا السيركت بتاع الكويل كان اتجاه الفيكتور ريبريزنتيشن كان ده الاي وده كان الفي ال. هو عاوز يخلي دي ودي نفس الايه؟ اه نفس الفيز. فبص كده معايا نشتغل ازاي. بص كده بهدوء انا هرسمها لك تاني تحت. يبقى انا كان معايا اي ال وفي ال، ومعايا هنا اي ار وفي ار. ممتاز. انا عايز اخلي ده نفس الفيس بتاع ده، يبقى ايه؟ اقلب ده كده. اه يبقى كده كأن، بص بقى معايا، ك
كأن بقى معايا هنا ال في ال اهي، تمام، وهنا ما هو انا قلبته، يبقى هنا اي ال واصبح معايا هنا في ار واي ار كده. الحمد لله انا ضمنت ان الاتنين بقوا سيم فيز خلاص. طب اركب بقى الاتنين دول على بعض، يبقى هنا كأن معايا، يبقى ده كده ستيب 1، ادي كده ستيب 2، تمام. اركب الاتنين على بعض يبقى كأن معايا اي ار بالجنب كده واي ال نازله. هتقولي مفيش حاجه كده، نشوف اللي زيها هنا. هنا لو جينا بقى ممكن نقعد نلف هنا، ده مستبعد وده مستبعد، يعني ما بينهم رايت انجل، يبقى انا ما بين ده وده او ده وده. طيب هنا اي ال وهنا اي ار، هنا اي ار وهنا اي ال، هنقعد نلف في ده بقى كده لحد ما نحصل على ده. فلو لفينا ده كده بنلف انتي كلوك وايز، فهنبص نلاقي انه ادانا انهي شكل، ده اللي هي الاي ال، لان هو الاي ال اللي متاخر عن الاي ار، فبالتالي اي ال هيبقى متاخر عن اي ار بالشكل ده كده، فيبقى كده اشتغلنا على النقطه دي ومش هيبقى الشكل اللي موجود عندنا ده، يبقى اختيار ايه. وده سؤال مهم جدا ان احنا نحله، تمام، وسؤال جميل الصراحه، وهو ده سؤال الامتحان. وان كان السؤال فيه غلطه هنا، المفترض يقول ان احنا كيبنج الفريكوانسي كونستنت عشان نتاكد ان الفي ما اتغيرتش، لان لازم من اساسيات ان الفي ما تتغيرش يحافظ على الفريكوانسي كونستنت ما دام في كويل. تعالى لكويستشن رقم 26. طيب 26 بقى بيتكلم على ايه؟ هو 26 اداك كذا كوندكتور، قال لك بيوضح 4 يونيفورم كروس سكشنال اريا وكوندكتورز معمولين من سيم ماتيريال. سيم ماتيريال يعني حبيبي الرو مش مشكله، بس ديفرنت دايمنشنز يعني اريا ولينث مختلفين. كوركت ارينجمنت اسندنجلي، اسندنجلي يعني من السمولست للبيجست. their electrical resistance بتبدا من الليست للجريتست. طب واحده واحده كده، القانون اللي بيحكم كل دول هيبقى ار ايكوال رو الا على اريا، وما عندناش مشكله في الرو لانه قال سيم ماتيريال، عندي مشكله في ال والاريا. طب معايا واحده واحده كده نجيب الاولانيه. ار الاولانيه بتساوي رو، وهنا 2 ال وهنا 2 اريا، هو 2 اريا و2 ال، تطير ال2 مع ال2 يبقى رو في ال على اريا. طيب نكمل على اللي بعدها. هنا ار بتساوي رو ال ال ب ال على 3 اريا، تقريبا دي رو ال على اريا، دي على 3 اريا، يعني دي اقل واحده دلوقتي. طيب تعالى ناخد اللي بعدها، رو 2 ال على اريا، لان هنا 2 ال، خلي بالك هنا زادت لانها كانها مضروبه في 2، وهنا رو ار بتساوي رو ال على 4 اريا. اوبا، يبقى معنى كده ان اصغر واحده هي دي لانها مقسومه على 4، وبعدين دي لانها مقسومه على 3، يبقى دي اصغر واحده، وبعدين دي مقسومه على 3، وبعدين دي مضروبه في 2 فوق ودي عاديه، يبقى دي مقسومه على 4، يبقى اصغر واحده هتكون دي، وبعدين دي مقسومه على 3، يبقى دي بعدها على طول، يبقى دي ثم بي، كلام جميل. وبعدين A يعتبر روف ال على اريا، لكن ده روف 2 ال، يعني ده ضعف ده، يبقى بعدين A وبعدين C اكبر واحده، يبقى كده اخترنا دي اصغر من بي، سمولر ذان بي، سمولر ذان A، سمولر ذان C، تمام. يبقى هنختار اجابه رقم A. طب تعالى لي في الكويستشن اللي بعد كده، وادانا الاسئله دي، قال لك each of four electric circuit فيها اميتر، اي واحد منهم بيقرا او اي ارينجمنت صح للاميتر. طيب ركز كده معايا، اولا واضح ان الاميترز سواء اميتر 1 او اميتر 2 او اميتر 3 او اميتر 4 كلهم بيقروا اي توتال، لان ممكن كان يلبسك في الحيط ويعكس اماكن، يعني يخلي اميتر هنا توتال ويخلي اميتر هنا في الناحيه دي ويخلي اميتر هنا، يبقى دي حوار بقى، كنا هنقعد في المساله دي حوالي 7 او 10 دقائق، كلام جميل. وهنا في بي وار وفي بي وار وفي بي وار وفي بي وار، ودي برضو كان موضع تاني يقدر يلعب فين ويخلي هنا 2 في بي او 3 في بي، فيبقى السؤال اصعب، فبالتالي هو الراجل مسهل علينا الدنيا برضو وان كنت انت شايف ان السؤال رخم. طيب تعالى نشوف، يبقى انا دلوقتي مشكلتي نفس الفي بي يا حبيبي ونفس الار، يبقى مشكلتي ونفس الانترنال ونفس الفي بي، يبقى انا مشكلتي في الار ايكوفالنت. طب تعالى نجيب ار ايكوفالنت واحده واحده، واقل ار اعلى اي، واعلى ار اقل اي، واحده واحده كده حبيبي. هنا 3 ار 3 ار 3 ار دول بارلل، يعني 3 ار على الثلاثه صح، فيبقى دول كانهم 3 ار اوفر 3 يعني ار، ار ونص سيريس، يبقى هيبقى كام معانا؟ هيبقى 1.5 ار، يبقى ده كده 1.5 ار. طب تعالى ناخد ده بقى 4 ار و 4 ار، يبقى 4 ار و 4 ار بارلل، لما يطلعوا كانها 4 و 4 بارلل تطلع 2، يبقى ده 2 ار مع الار دي سيريز، يبقى هنا المقاومه كلها 3 ار، هنا الريزيستنس اعلى، هنا 2 ار و2 ار يطلعوا ار،
ار وار سيريس، تمام، هو دول بارلل، يبقى كل الاجابه هنا 2R. هنا بقى بص يا بابا، هنا معانا 3R و6R، ما هي دول 3 سيريس و6R، يبقى 6 في 3 على 6 بلس 3، دي هتطلع ب2R. اللي هيطلع من دول كده، الاتنين دول كده 2R كلها سيريس مع دي، هتطلع 3R. كلام جميل صح؟ تعالى كده واحدة واحدة، بس انت كده وقعت في فخ. ايه الفخ بقى؟ بص كده معايا، عشان الفخ ده شوف انا مشيت معاك اهو، فخ رهيب. انت كده هتيجي تعوض تقولي مفيش ايكوال، فخ رهيب. انك نسيت يا حبيبي ان ده امتي واير. شوف انا مشيت معاك للاخر اهو، امتي واير ده سلك فاضي، مبروك القفا. فامتي واير يعني الالكتريستي هتختار انها تعدي هنا ومش هتعدي في حاجه، فدي ملغيه يا بابا، فدي مش هتبقى 3R، دي هتبقى R. خدت بالك؟ طيب احنا عايزين نرتبهم بقى، فنشوف نرتبهم ازاي. ممكن من الصغير للكبير، ممكن من الكبير للصغير. دي اقل ار، يعني اعلى اميتر، يبقى اميتر 3 اعلى واحد. وبعدين دي بعدها على طول، يعني اميتر 4 يعني، ودي مقاومه عاليه شويه يعني اميتر 2، ودي اعلى واحده يعني اقل كارنت، يعني هنا ده اميتر 1، يبقى اميتر 3 تمام، مور ذان اميتر 4، مور ذان اميتر 2، مور ذان اميتر 1، يبقى اجابه سي. وهي دي فكرة السؤال، وهي فكرة عبقرية جدا انها تقدر تخدعك بمنتهى البساطة. تعالى نيجي لسؤال 28، وهو كان المفروض في سؤال 28 يخلي الفيلد كده يعني ايه شامل كل الايه الكويلز اللي انت شايفها دي، عشان كده معناه ان هو في طالب ممكن يدقق، يعني العيال الهبيده دي تيجي تقول لك ايه الحته دي بس وما قطعش الحته اللي فوق فقطع نص الكويل، يعني درءا للمشاكل والهبد يعني. The figure represents four rectangular coils of different cross sectional area. عدد التيرنز والاريا labeled in the coil. طب يبقى هو مدينا عدد التيرنز. بيدوروا بنفس الانجلر فيلوستي، يعني نفس الفريكونسي حوالين الاكسس بتاع الفيلد، والدي الفيلد هنا تقريبا برضو واحد. عايز ascending arrangement للماكسيمم اي ام اف بتاعته. طيب هو دلوقتي بيقول ان دول ليهم قيمه معينه، يبقى انا اللعبه الاساسيه معايا في الان والاريا. هو انا الاي ام اف لو انا بشتغل على افريج هيبقى ان دلتا بي اي على دلتا تي، طيب ولو بشتغل داينامو هيبقى برضو ان وبي واي، واحنا عارفين ان الاي ام اف دايركت مع الان ودايركت مع الاريا. فتعالى نحلها، نشوف نحلها ازاي. هنا اعتبر كانه ان اريا، فيعتبر هنا كانه 10 في اريا، وهنا اعتبر كانها 30 عدد اللفات في اريا، وهنا يعتبر 10 في 4 اريا، يبقى كام؟ 40 اريا، وهنا يعتبر 10 في 2 اريا، يبقى 20 اريا. صح كده؟ هيشوف بهدوء اهي، يعني ده كانها في، ما هو الفي ده الاي ام اف دايركت مع دول. اقل واحد هو الدي، صح؟ هو عايز اسندنج ولا ديس؟ اسندنج، يبقى اقل واحد هو الدي 10. وبعدين الاي يبقى دي، وبعدين اي، وبعدين سي، وبعدين بي، يبقى ده كده ديسندنج تمام. يبقى دي smaller than A smaller than C smaller than B، يبقى نختار إجابة رقم D لأن كل الفاكتورز التانية ثابتة. هنا بيقول لي in the figure as the rod AB moves to the right then هيكون الجزء بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، عاوز أقدر أجيب البرايتنس بتاعة اللامب. طيب البرايتنس بتاعة اللامب نقدر نجيبها إزاي؟ تقول لي بص يا حبيبي، انا دلوقتي عندي باتري وده البوزيتيف بتاع الباتري وده النيجاتيف، فاكيد الاوريجينال كارنت انا اتفق مع اهل الطلبه بتوعي هات اتجاه الاوريجينال كارنت، فده كده يا حبيبي اوريجينال. تعال نطبق بقى ده رود، نطبق في ليمنج ايه رايت. هنا الفيلد انتو، نلف صباعنا كده تقوم الكهرباء الموشن كده معايا صباع الكبير ده مع الفي اهو، يبقى الكهرباء طالعه فوق. طيب الكهرباء طالعه فوق يعني هنا الاي ده الحق ده اتجاه الكرنت الانديوزد مشي في نفس الاتجاه بتاع الكرنت الاصلي، يبقى الاضاءة هيجرى لها ايه؟ هتزيد. طيب ده سؤال رقم 29. تعالى لاخر سؤال في الامتحان وهو سؤال رقم 30. An ammeter connected with external resistance X بقيمتها 400 فالبوينتر انحرف ل 3 over 4
لو بدلنا الاكس بواي ب 6000، يعني دي قيمة لحاجة جديدة. طب بص كده معايا، انا معود الطلبة بتوعي ان احنا بنستخدم في مسائل الريشوز في بي بتساوي في بي. انا مشكلتي هنا انا مش عارف الديفايس، فاقول ان اي ماكس ار ديفايس ايكوال اي ار ديفايس بلس ار اكس. اي ماكس نحطها، ار ديفايس معرفهاش. هو قال ان الجلفانومتر في الكيس الاولى، ملناش دعوه بقى لو بدلناه، احنا بنتكلم على الكيس الاولى، 3 اوفر 4 من الاي ماكس، وده حصل لما وصلنا اكسترنال ريزيستنس 400. تقوم طايره الاي ماكس مع الاي ماكس، تطلع الفور فوق تمام حلو، وتنزل يعني نعمل كانها كروس، فكانها 4 اوفر 3 ار ديفايس ايكوال ار ديفايس بلس 400. هنودي ده كده، الله ينور عليك، بالنيجاتيف، يبقى 4 over 3 minus 1 تبقى 1 over 3 R device equal 400. يبقى معنى كده ان ال R device طلعت ب 1200 ايه 200، طلعنا 3 فوق كده، جبنا ال R device، وده محور كويس قوي. قال لي يحصل ايه بقى لل I لو بدلنا بمقاومة 6000؟ انا كده بقى معايا R device. هنطبق القانون ده كمان مرة، هنقول ان ال I max R device R device plus RX. طيب بص كده معايا، اي ماكس اهي ار ديفايس جبناها 1200 تمام، هنا اي ما نعرفهاش، وده 1200 وده 6000 هو اللي قال، كلام جميل. طيب يبقى هنا اي ماكس 1200 اي ده يطلع 7200. هنعمل ايه؟ هو دلوقتي عايز الاي قد ايه من الاي ماكس، يروح مودين ده بالديفايد، يبقى الاي بتساوي 1200 على 7200 من الاي ماكس، يبقى 1200 over 7200 تطلع تمام 1 over 6. طيب وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الامتحان الحمد لله، يعني هو خد يعني رينج ساعة وشوية تمام مع الشرح طبعا، وكلنا عارفين ان الوقت بتاع الامتحان ده قليل، وهو الوزير طلع قال ان انا مش مهم بالنسبه لي الحل، المهم نعرف نمط الاسئله. طيب ايه اللي احنا نستنتجه من الامتحان ده؟ الامتحان ده في مستوى الطالب الفوق المتوسط above average تمام. طيب امتحان مش صعب، امتحان جميل، محتاج وقت للطالب مش اقل من ساعه ونص تمام، كلام جميل. ده كده بالنسبه لتقييم الامتحان، هو امتحان محترم وما فيهوش هبد ولا اي حاجه. طب ايه اللي احنا نطلع منه من الامتحان؟ ان جميع الامتحان الى الان اسئلته تشوز، ان بدا يزيد على الامتحان او الاكزام البروبلماتيك ميثود، يعني بدا يبقى فيه طابع مسائل اكتر، عكس احنا بندرس نظام قديم كان النظام القديم بيبقى نظري اكتر شويه، فهنا المسائل بدات تكتر شويه. النقطة الثانية إن إلى الآن مفيش بنك معرفة، إلى الآن مفيش بنك معرفة بيتضاف، بالذات سيبنا من بنك معرفة، في أسئلة حلوة قوي، مفيش إكسترا نوليدج، يعني مفيش معلومات من خارج المنهج، وده لازم نتوجه له. تلاتة، لازم نلجأ لأسئلة النمطية بتاعت الوزارة، أسئلة الوزارة، المستشارين، الأسئلة اللي تشمل نظام الأوبن بوك اللي هي اللي تنفع نظام جديد، دي كلها حاجات لازم ناخد بالنا منها تمام، ونفوكس عليها جدا واحنا بنحل. النقطة الأخيرة إن مفيش دلع، إن أنت لازم تقرص على نفسك وتذاكر أول بأول تمام، وتقرص وتشوف إيه الحاجات اللي أنت واقع منها، وتستفيد من ده إنك تدخل الامتحان التجريبي كأنك داخل آخر السنة. اشوفكم على ألف خير، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يوفقكم دايما ويكتب لكم كل خير. كان معاكم دكتور محمد، مع السلامة.